طب ده ينفع؟ لا انا هجيبه لك بس رابعا، وده اعتقد طلب يخص معظم الاساتذه كبيرهم وصغيرهم، يعني استدعاء شهود الاثبات فيما يخصني انا رئيس، فيما يخص المتهم السادس والثالث عشر والتاسع عشر. انا تحديدا بطلب الشاهد الاثبات الثاني معايا يا استاذ احمد، والثالث. لا شباب استاذ احمد خليك معايا. حاضر معايا يا استاذ. انا راجع على طول كلمه بتاعت الكلاس. انا بس عايز اقول حاجه والله، مش اسبوعين ما شفتش سعادتك يا ريس والله، وكاني يعني غاب مني شيء. والله صحيح يا ريس، ربنا من 17 10 كتير يعني. الشاهد الثاني. ما انا لو كنت قلت اصلا كده كنت هتقول لي حاجه مش كده. لا لا لا، دي مالهاش دعوه بيه، ده قضيه ثانيه.